هاي جايز، ازيكم؟ انا النهارده عملت البتاع ده، يعني الشكل ده هو الباب. وبص اللي مكتوب هنا، استنى بس احط ده. بصوا مش الباب خالص، هو ده مش يعني الباب مش ليجو. ودي ست الكاشير، استنوا هي دي ست الكاشير. اوكي يلا نحل بعض. ويعني بصوا الاسود ده كاشير. بصوا اللي مكتوب هنا، محل الفواكه بس بالانجلش اهو، محل الفواكه، هي فواكه، محل الفواكه، محل الفواكه. هنا مكتوب فروتس يعني فواكه، هنا مكتوب محل ال، اللي هو في حاجة وقعت. سيد الكاشير، سيد الكاشير، ماشي. بصوا بقى يا جماعة، دي منطقة الزراعيات، ودي منطقة الكاشير، ودي منطقة، يعني في منطقة هنا انتوا مش شايفينها، الفواكه. دي بس الفاكهة، يعني الفاكهة وقعت. ماشي يلا بقى نبتدي نوريكوا الحاجات. بصوا دي منطقة الفواكه، محتاجش تشوفوها حتى وهي ثابتة، كانت ثابتة هنا. اوكي بص المناطق، يعني دي منطقة الكاشير، اوكي زي ما قلنا لكم هي دي منطقة الكاشير، ودي منطقة الفواكه، ودي منطقة الزراعيات. وايه رأيكم بقى في الحاجة دي؟ انتوا ممكن ما تنسوش تعملوا شير ولايك وفيس، يعني ما تنسوش تعملوا شير لايك سبسكرايب، وخليكم معانا في القناة دي. باي باي. بس استنوا، ما تنسوش حاجة، احنا لسه مش باي باي خالص خالص. احنا دلوقتي هنجيب، هنشرح لكم الباب غريب قوي قوي، يعني ازاي هندخل بيه، يعني احنا مثلا ازاي هنفتحه. احنا مش هنفتحه كده، بصوا بقى استنوا، بيتفتح كده، بصوا هي دي اللعبة، يعني بصوا شايفين الاطراف دي، بصوا في كذا حاجة هنا ممكن يقف عليها وهو ثابت كده، ممكن يقف على الحاجات دي، يعني ممكن يقفوا على الأطراف، يعني بصوا على الطرف ده، بصوا هنا كمان، يعني ممكن يقفوا كل واحد على الطرف ده ويحطهم جوه هنا في محل كده، يعني بصوا هو كأنه انترسيل، ده زي الانترسيل ده، يعني باب سحري زي كده. وايه رأيكم في المحل؟ ما تنسوش تقولوا لي باي باي. انا زعلانه ان انت مش رديت، ما رديتوش. طيب احنا باي باي، شكرا، باي باي.